قال الكاتب المغربي الطاهر بن جلون إن إيمانويل ماكرون يرتكب خطأ بزيارته المرتقبة إلى جزائر العسكر مضيفا أن ما يسميه ماكرون نفسه بريع الذاكرة لن يعطيه شيئا وأضاف بن جلون في مقال رأي نشره على صحيفة لوبوان الفرنسية إن ماكرون في طريقه للتضحية بالتفاهم الجيد مع المغرب على أمل الحصول من العسكر في الجزائر على تصرفات أفضل تجاه فرنسا، وزاد الكاتب المغربي قائلاً إن ماكرون مخطئ لأن جزائر العسكر التي يصره هو نفسه على تسميتها بريع الذاكرة لن تعطيه شيئاً. وأردف قائلا سيحافظ على نظام الذنب حتى نهاية، مضيفا أنه إذا قام ماكرون بهذه الرحلة إلى الجزائر فإنه لم يفهم بعد آلية هذا النظام الذي لا يقدم أي تنازلات، وتفاعل بيير فويوم وهو جنرال في الجيش الفرنسي مع مقال الطاهر بن جلون، حيث أعاد نشر مقتطفات منه على حسابه بلينكدين معلقا بقوله: أتفق تماما مع الطاهر بن جلون. وكان قصر الإليزي قد أعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة رسمية للجزائر في الفترة من 25 إلى 27 غشت الجاري وذلك بهدف إعادة إحياء الشراكة بين البلدين أو على الأقل السعي إلى تبديد الخلافات والتوترات وتوترت العلاقات بين ماكرون وتبون العمل الماضي عندما أدت تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن تاريخ الجزائر الى خلاف دبلوماسي مرتبط بالماضي الاستعماري الفرنسي للجزائر واستدعت الجزائر سفيرها في فرنسا حينذاك وقد عاد بعد نحو ثلاثه اشهر وفي نهايه المطاف اعرب الرئيس الفرنسي عن اسفه للجدل الذي اثارته تصريحاته في مسعى لاحتواء الازمه